مدارس بلا طلاب ومعلمون خارج الفصول، هكذا بدت الصورة في المدارس الحكومية في الأردن بسبب إضراب المعلمين الذين يطالبون بعلاوة قدرها 50% من الراتب الأساسي. الآن وعدنا بأنها تجزأ إلى ثلاث أجزاء بواقع 20% 20% 10% على ثلاث سنوات متتالية، لكن لغاية الآن وبعد مرور 5 سنوات ما تم تنفيذ أي شيء. الآن لن يكون ضرر على أي طالب، المدرسة ستعوض الطلاب، عندنا حصص نشاط، عندنا حصص مكثفة، عندنا حصص تقوية. في العطلة الصيفية كان بعض المعلمين يأتي للمدرسة يعطي حصص للطلاب. في الأردن أكثر من 1,400,000 طالب يدرسون في 3,800 مدرسة حكومية، ويقوم على تعليمهم حوالي 80,000 معلم. الحكومة أكدت أن العلاوة ستكلف الخزينة أكثر من 150 مليون دولار. يؤكد على أيضا الاستمرار بالحوار، وبأكد أن الحكومة جادة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين ضمن هذا المسار المهني الذي يربط الحافز بلده. الأهالي من جانبهم شددوا على أن لا يقع التلاميذ ضحية للسجال بين نقابة المعلمين والحكومة. كل الطلاب الآن المملكة كاملة طلابها معطلين تقريبا، ما في تدريس. طيب من يتحمل هذا العبء؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ نعم أنا أطالب بحقوقي، أنا أعتصم، لكن يجب أن يكون هناك خارج الدوام الرسمي. وكانت نقابة المعلمين نظمت الأسبوع الماضي احتجاجا قرب مقر رئاسة الوزراء، رغم عدم حصولها على تصريح بتنظيم وقفة احتجاجية هناك، مما استدعى تدخل أجهزة الأمن لتفريق المحتجين، وتسبب في اختناق المروري شل شوارع عمان عدة ساعات. انتهت حالة الشد والجذب بين نقابة المعلمين ووزارة التربية إلى هذا المشهد، مشهد غاب فيه الطلاب عن مقاعد الدراسة، فيما المعلم يقف في ساحة المدرسة معلنا إضرابا مفتوحا أملا في تحصيل علاوة مالية. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.